مساء الخير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. اليوم سنكون مع نقاش أعتقد بالتأكيد يتجاوز حدود النقاشات التقليدية، نقاشات السياسة والنقاش حول الدستور والقانون والسلطة القضائية على أهمية كل هذه الموضوعات. نقاش يتجاوز حدود القضايا التقليدية ويذهب مباشرة إلى اهتمامات حضراتكم المعيشية، الاهتمامات اليومية. سنكون مع نقاش حول السلع الغذائية الأساسية، مدى توفرها في المجمعات الاستهلاكية، وهي مجمعات استهلاكية عامة أو مجمعات استهلاكية حكومية، ومدى قدرة كل مواطنة وكل مواطن في أماكن مختلفة على امتداد الجمهورية، مدى القدرة على الحصول على السلع الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة تتناسب مع مستويات الدخول والأوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد. وهننتظر وأتمنى على حضراتكم أن تشتركوا معنا في النقاش باتصالات هاتفية عشان تقولوا لنا ايه الحقيقة. احنا هنتكلم مع خبراء، مع مسؤولين عن المجمعات الاستهلاكية، مع مسؤول عن جهاز حماية المستهلك، نتكلم مع طائفة من الخبراء، ولكن محتاجين طبعا في هذا الموضوع المعيشي واليومي ان احنا نسمع وجهة نظر حضراتكم والحقيقة اللي انتوا شايفينها ولمسينها كل يوم. نقاش تاني في مائدة مستديرة تالية هيكون ايضا عن موضوع غير تقليدي، هنخرج بالموضوع التاني كمان عن نطاق المتوقع واللي بيطرح كل يوم على مائدة النقاش في البرامج الحوارية المختلفة، ونتكلم عن الأغنية وتاريخ مصر السياسي. إزاي الأغنية دايما ما وثقت تاريخ مصر السياسي خلال العقود الماضية من الخمسينيات والستينيات إلى اليوم. الأغنية وتاريخ مصر السياسي في نقاش مع أيضا أستاذ متخصص، هو الأستاذ محمد العسيري، وهو كاتب وشاعر ومتابع لملف الأغنية وتاريخ مصر السياسي. وسنستمع ويعني نسعد إن شاء الله باستضافة المطرب محمد إسماعيل وعازف العود الأستاذ ماجد سليمان، عشان من الأستاذ محمد العسيري يقول لنا على أغنيات معينة وثقت لحظات سياسية مهمة في مصر، ويكون خط البداية عندنا هو 52 لغاية دلوقتي. نفتكر مع بعض مقطع من هذه الأغنيات. فالأستاذ العسيري هو خبيرنا اللي هنمشي معاه على توثيق الأغنية للتاريخ السياسي، محمد إسماعيل هو المطرب اللي هنستمع ليه، ومعاه الأستاذ ماجد سليمان عازف العود. فالنهاردة هنطلع بره الصندوق وهنشوف موضوعين بعيد عن قضايا كل يوم. لكن قبل ما نروح للموضوعين دول، خلونا نتكلم شوية في قضايا كل يوم. النهاردة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء. الاجتماع عقد وتم بعد التداعيات المختلفة للجمعة التي أسميت جمعة تطهير القضاء الجمعة الماضية. والمجلس الأعلى للقضاء اجتمع برئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى كان برئاسة طبعا، وهو برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي. المستشار محمد ممتاز متولي، هكذا تقول المصادر والتغطيات الإعلامية، طالب رئيس الجمهورية بوضع حد للمهزلة المتمثلة في تجاوز قوى سياسية مختلفة حدود المقبول وتعرضها للقضاء ولقضاة مصر بما لا يليق. المستشار محمد ممتاز متولي طالب رئيس الجمهورية باعتذار، بأن تعتذر القوى السياسية التي دعت وكان في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية المنتخب، طالب القوى السياسية المختلفة التي دعت إلى تظاهرات جمعة تطهير القضاء بالاعتذار للمجلس الأعلى وبالاعتذار لقضاة مصر. طالب أيضا المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع اليوم بألا يتم مناقشة قانون السلطة القضائية، المقترح المقدم فيما خص قانون السلطة القضائية والمعروض الآن أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بألا يتم مناقشة هذا المقترح بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء ودون استطلاع رأي قضاة مصر، لأن هذا الأمر شأن من شؤون القضاء ولابد من استطلاع آراء القضاة. طبعا في الكثير من الأمور بشأن مناقشة مجلس الشورى لقانون استقلال لقانون السلطة القضائية، وإن كان مناقشة مجلس الشورى لهذا القانون في هذه اللحظة تتسق مع المعايير الدستورية في دستور 2012 أم لا. أي ما كان الأمر، المجلس الأعلى للقضاء إذن طالب رئيس الجمهورية بوقف المهزلة، بوقف الاعتداءات على السلطة القضائية وعلى قضاة مصر، طالب باعتذار القوى السياسيه التي شاركت في جمعه تطهير القضاء، واحنا معانا دلوقتي صوره لاجتماع اليوم، طالب ايضا بألا يستأثر مجلس الشورى بمناقشه قانون السلطه القضائيه. من جهه اخرى نادي القضاء
بدأ اليوم في نادي القضاء منذ ساعات مؤتمر صحفي للنادي، وما زال المؤتمر الصحفي مستمر إلى الآن. أبرز ما قيل في المؤتمر الصحفي لنادي القضاء من جانب المستشار الزن ومن جانب عدد آخر من المستشارين من أعضاء النادي هو أن نادي القضاء يرفض أن يناقش قانون السلطة القضائية داخل مجلس شورى مشكوك ومطعون في شرعيته. 2، أن قضاة مصر لا يقبلون الإهانات والاتهامات الجزافية التي وجهت إليهم عبر مجموعة أو من خلال مجموعة من القوى السياسية، وأنهم لا يقبلون هذا وسيقومون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة محليا ودوليا لمنع هذه الاعتداءات مرة أخرى. الحديث هو عن مسبحة للقضاء إن تم خفض سن التقاعد إلى 60، وعن كل قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين سيحالون إلى التقاعد، وأكثر من 3000 قاضي مصري يحالون إلى التقاعد إن تم خفض السن إلى 60. مؤتمر نادي القضاء الصحفي وهو بيحمل لهجة تصعيدية واضحة، دعي في بداية المؤتمر إلى جمعية عمومية طارئة لنادي القضاء يوم الأربعاء القادم، وكل من تحدث أكد على ضرورة حضور كل قاضي مصري لهذه الجمعية العمومية. إذن ملف الجمعة التي أسميت تطهير القضاء و بدء مجلس الشورى في اللجنة التشريعية مناقشات بشأن قانون السلطة القضائية، هذا الملف وهو كان معنا بالأمس وأول أمس ما زال مستمرا وما زالت التفاعلات مستمرة. أنا أعتقد في مسألة مفصلية تقول المصادر أن المستشار محمد ممتاز متولي أكد عليها اليوم، أن الحديث عن تطهير القضاء حديث غير مقبول، أن في هذا إهانة متعمدة، وأن القضاء هو السلطة الوحيدة التي تصلح شؤونها الداخلية بذاتها ودون تدخل من السلطات الأخرى، وهذا أمر شديد الأهمية. أيضا في أخبار كل يوم، جبهة الإنقاذ الوطني كان لها اجتماع اليوم، والجبهة أنهت اجتماعها ببيان يدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مجلس الشورى حال إحالة مقترح قانون السلطة القضائية من اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة. لو تم الإعلان عن جلسة عامة يناقش بها مقترح قانون السلطة القضائية، دعت جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد لرفض مناقشة هذا المجلس كما تقول الجبهة المطعون في شرعيته لقانون السلطة القضائية. الجبهة أيضا أكدت على أن الهجمة الحالية على القضاء هدفها القضاء على القضاء، القضاء على القضاء المصري، وأكدت أن الدفاع عن استقلال القضاء وعن قضاة مصر واجب وطني، وأن الجبهة ملتزمة بالكامل بالدفاع عن استقلال القضاء لبناء دولة القانون، سيادة القانون، ولاستكمال أهداف ثورة 25 يناير المجيدة. أيضا ملف القضاء والسياسة، القضاء والمجالس التشريعية، القضاء ومجالس النيابية. المحكمة الدستورية العليا حددت يوم 12 مايو، جلسة يوم 12 مايو لنظر حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. الجمعية التأسيسية للدستور هي التي أنتجت الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي دستور 2012، ولكن ستنظر أيضا في 12 مايو المحكمة الدستورية العليا في دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وبالتالي بطلان تشكيل المجلس وهو الآن المجلس التشريعي الوحيد. كان يفترض مع كل الشكوك المحيطة بالمجلس أن تقتصر المهام التشريعية لمجلس الشورى على قوانين الضرورية للوصول إلى انتخابات برلمانية عادلة، ولكن المجلس طبعا تجاوز هذا بكثير. خبر آخر، نظل مع القضاء ولكن على مستوى آخر يعيدنا إلى النظام السابق. محكمة الجنايات قبلت طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية الكسب غير المشروع وإعادة استمرار الحبس. حيثيات حكم محكمة الجنايات قالت إن قرار محكمة الجنح الصادر في 20 ابريل باخلاء سبيل المتهم الرئيس السابق صدر من جهه غير مختصه، لان الواجب في حاله المتهم ان يقدم الطعن امام محكمه الجنايات وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده 167 اجراءات جنائيه، وليس امام الجنح المستانفه. اذا قرار اخلاء السبيل في قضيه الكسب غير المشروع كان لم يكن، واستمرار الحبس هو القرار الذي وصلت اليه محكمه الجنايات. اخيرا في قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، المستشار تحديدا أسامة الصعيدي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كلف المستشار أسامة الصعيدي بضبط وإحضار محفوظ عيسى مقدم البلاغ ضد كل من السيد منصور عامر، السيد محمد الأمين، والسيد أحمد شفيق بتهم إهدار المال العام. المستشار أسامة الصعيدي أصدر القرار بضبط وإحضار مقدم البلاغ لعدم امتثال مقدم البلاغ لقرار قاضي التحقيق لسماع أقواله رغم إعلانه قانونيا بضرورة الحضور عدة مرات.
يعني هنا ضبط واحضار لمقدم بلاغ، ضبط واحضار لمقدم بلاغ، لان تقديم بلاغ دون مستندات قد يدخل في دائره البلاغات الكيديه. نحن مع تطور اذن بضبط واحضار مقدم بلاغ ضد ثلاثه شخصيات: منصور عامر، السيد محمد الامين، والسيد احمد شفيق. طيب، جري بسرعه اخبار اليوم المرتبطه بالسياسه والقضاء والمحاكم واحكام المحاكم. هيفضل معانا على الأرجح هذا التنوع في الأخبار كل يوم، لن تقف عند حدود اليوم، ستستمر، خاصة لأن الإرادة السياسية القادرة على تجاوز معضلات العلاقة بين القضاء والسياسة لم تستقر بعد أو لم تتضح بعد. وأنا أعتقد أن حديث المجلس الأعلى للقضاء، أعود وأذكر به، في مضامينه الرئيسية الدفاع عن استقلال القضاء ورفض الإهانة، حديث مهم تماما، كرفض أن يناقش مجلس الشورى قانون السلطة القضائية مستأثرا بالنقاش بعيدا عن الدوائر الأخرى ذات الاهتمام وذات الاختصاص وهي دوائر السلطة القضائية، وبعيدا ربما عن لحظة وجود مجلس أو ولادة مجلس نيابي، مجلس تشريعي أكثر تمثيلية لجموع الشعب المصري ولتنوع أفكارنا وآرائنا السياسية، وليس مجلس انتخب بنسبة محدودة جدا وهناك الكثير من المطاعن على شرعياته. طيب، هسيبكم مع تقرير لأحداث العاصمة، وبعد الفاصل نعود لبدء الحلقة النقاشية الأولى عن المجمعات الاستهلاكية والسلع الغذائية الأساسية. وأفكركم شاركونا في النقاش بالاتصالات الهاتفية وأيضا عبر الاس ام اس، الرقم هو 92237. متهيألي المخرج دلوقتي سعيد أن أنا افتكرت الرقم من غير ما أبص في أي ورقة إضافية. خليكم معانا. تؤكد جبهة الإنقاذ رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاة مصر بزعم تطهير القضاء بإعداد مشروع يستهدف أكثر من 3000 من شيوخ قضاة مصر الأجلاء. وتؤكد الجبهة أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخوانة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين. إن الجبهة تثق تماما في أن جماهير الشعب المصري سوف تنتفض دفاعا عن قضائه وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحرياته، وأن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلاله. وتدعو جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون القضاء على القضاء. إن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير. لا، الجميع جاء ليقول لا للعدوان على القضاء، لا لتغول السلطة التنفيذية أو التشريعية على قضاء مصر الشامخ، لا للحوار بما يستهجنه العاقلون المهذبون، لا للمليونيات التي تمنهج السباب والطعن واللعن، لا للتهديد وللوعيد الذي أطلقه بعض القتلة الذين يتصدرون المشهد الآن، يريدون أن يجرفوا دولة القانون من خلال تسريح أو توفير أو رفض أو عزل بأي اسم شاءوا 3500 قاضي هم عنصر الخبرة في الهيئات القضائية جميعا، يظنون بذلك أن هؤلاء هم حجر العثرة في طريق تنفيذ مخططهم الشيطاني بأخوانة القضاء، وما ذلك بصحيح.
مع نار الارتفاع المتواصلة في الأسعار، يلجأ أرباب وربات البيوت للمجمعات الاستهلاكية للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية. هذه المجمعات أصبحت الملاذ الآمن والأخير للمستهلكين، وإن كان لا يتوافر بها بعض السلع لكن ليس عليهم حرج، فما عاد بيدهم حيلة وسط شبح الغلاء. الناس اللي بتيجي عندنا وبتشوف أسعارنا بتبقى زبائننا، خلاص ما بروحش حتة تاني يعني، بس احنا بنقصنا الدعاية شوية. السلع متوفرة ما عدا حاجات خفيفة جدا زي عشان نحل الحاجات البسيطة يعني زي بعض الكماليات يعني. الزيادة في أسعار سلع المجمعات وإن كانت طفيفة لكنها طالت أغلب السلع الأساسية بنسب تقارب مثيلتها في الأسواق العادية. جزار بره النهاردة كيلو وصل 60 جنيه و 65 جنيه، فإحنا هنا يعني مش عايز أقول بنضارب، لأن إحنا الشعب هنا ألاكم في عرب. هنا زي بره، ساعات بره بيبقى في حاجات أرخص، بعض الحاجات مش كل السلع يعني بتبقى معقولة هنا شوية عن بره. أحيانا الزيت هنا بيبقى فيه شركات بتنزل زيت أرخص من بره. مجبر أخاك لا بطل، هذا هو لسان حال غالبية المستهلكين الآن، حيث دفعهم غلاء الأسعار لعدم الشراء بكميات كبيرة. قوة الشرائية بتقل، ما بقاش يعني زي الأول. ناس مثلا لو عايز حاجة يعني مثلا من 2 كيلو أو 4 كيلو مثلا من سلع معينة يقول لك كفاية 2 بس. الظروف اللي في البلد ما فيش حد معاه فلوس، واللي معاه قرش خايف عليه. وسواء لجأ المستهلكون للمجمعات أو الأسواق العادية للحصول على ما يكفيهم من سلع، فإن مؤشر الأسعار يتحرك دائما باتجاه الصعود، بينما حال المواطن نفسه يسير من سيء إلى أسوأ. طارق أحمد، هنا العاصمة. العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، أهداف ثورة يناير وأهداف مشروعة بالتأكيد للشعب المصري. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية بجانب مضامين كبيرة دستورية وسياسية وقانونية ومجتمعية بصورة عامة، بالتأكيد العيش، مكون العيش بيتضمن توفير السلع الغذائية الأساسية لجموع المواطنات والمواطنين وبأسعار تتناسب مع دخول المواطنات والمواطنين. حقيقة الأوضاع، حقيقة أوضاع السلع الغذائية الأساسية وحقيقة تطوراتها السعرية وحقيقة قدرة المواطن المستهلك على الحصول عليها ودور جهاز حماية المستهلك، كل هذه الأمور هي موضوع الحلقة النقاشية الأولى اليوم. برحب بضيوفي، برحب بالأستاذ محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. مساء الخير يا فندم. وبرحب بالدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. وبرحب أيضا بالأستاذ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. مساء الخير يا فندم. أستاذ محسن، هبدأ مع حضرتك. حضرتك رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و شركة النيل هي شركة ضمن منظومة شركات للمجمعات الاستهلاكية لها منافذ عديدة على مستوى الجمهورية. لو حضرتك تقول لنا ما تقدمه شركة النيل عبر منافذها للمستهلك المصري من سلع غذائية أساسية ومتوسط أسعارها، ليس بالتفصيل لكن متوسط أسعارها بالمقارنة بمنافذ البيع الخاصة، البقالات الخاصة أو الأماكن التجارية الأخرى اللي هي بعيدة عن رقابة الشركات وعن دور الشركات التي تنشط في مجال المجمعات الاستهلاكية. اسمح لي حضرتك في البداية أني أدي صورة كاملة عن المجمعات الاستهلاكية. دول خمس شركات بتخدم المستهلك مباشرة وبتخدم تاجر التجزئة. الشركات دي جزء منها ماسك وجه قبلي، زي الشركة يعني احدى شركاتنا ماسكة وجه قبلي، الشركة الاخرى للجملة وجه بحري، شركة مجمعات في الاسكندرية، شركتي مجمعات في القاهرة، النيل والاهرام في القاهرة. الشركات دي في حوالي 3500 منفذ على مستوى الجمهورية، نعم. تابعة للشركة الأفضل للصناعات الغذائية، وهي تابعة أيضا لوزارة الاستثمار، أي شركات حكومية. والشركات دي دايما بتنظر إلى يعني منظور استراتيجي أكتر في إزاي نأمن وجود السلع، مش على المدى القريب ولكن على المدى البعيد. الشركات دي كمان وراء ظهرها في مجموعة من الصناعات الغذائية اللي تابعة للشركة الأفضل للصناعات الغذائية، زي شركات الزيوت، شركات إنتاج زيوت، شركات مطاحن، شركات سكر، إنتاج سكر، شركات مضارب،
وشركات هي الرز الارز والارز يعني نعم، وشركات الزيوت بانتاج زيوت، وشركات مطاحن لانتاج الدقيق والمكرونه. دي السلع الاساسيه اللي احنا بنديها للمستهلك وبنهتم بيها، الزيوت السكر الدقيق المكرونه والرز. الرز دول دي السلع الرئيسيه. نعم. اسعارهم عندنا مثلا السكر 4.75 جنيه، بره بيتراوح من 5 لغايه 5.5 تقريبا. الدقيق 3.75 جنيه تقريبا، بره حوالي 4.5 الدقيق. المكرونه تبدا من 1.5 جنيه، وبره موجوده طبعا باسعار اغلى من كده كتير. لا بتبدا من 2.5. انا عملت مكرونه بره من 2.5، ويعني يعني هي معلومات جمعتها. هي خلي بال حضرتك تمام، لكن في فرق في الاسعار زي ما حضرتك بتقول بين السلع الغذائيه الاساسيه اللي بتعرضها المجمعات السلكيه على المستهلك، وبين المعروض عند تجار التجزئه في البقالات الخاصه والمحال الخاص. بالظبط، وده في الحقيقه بيجي عن طريق انه شركاتنا وشركات الانتاج التابعه للشركه القابضه بتتحمل جزء كبير من يعني بتقلل من هوامش الربحيه جدا، بحيث انه يصل ليد المستهلك في النهايه باسعار مناسبه جدا. طيب للمستهلك. حضرتك في المجمعات الاستهلاكيه في يعني ثنائيه او تقسيم ما بين المنتجات او السلع الغذائيه الاساسيه التي يحصل عليها المواطن صاحب البطاقه التموينيه او على البطاقه التموينيه، وبين السلع الغذائيه الاساسيه اللي هي متاحه للمستهلك بصوره عامه. ممكن حضرتك تشرح لنا الفوارق بين المجموعتين؟ في ثلاث سلع اساسيه بيحصل عليهم المواطن في البطاقه التموينيه، اللي هي السكر التمويني والزيت التمويني والارز التمويني. تمام. في مقابل ليهم نفس السلع موجوده في ابواب اخرى. الكميات حضرتك بتتفاوت الكميات ولا حسب؟ طبعا بالتاكيد الاسره، ولكن الكميات طبعا الكميات للفرد في 2 كيلو سكر بياخدهم الفرد. تمام. وبياخد عبوه زيت كيلو لتر و200 عبوه زيت كيلو، مش لتر. تمام. أكثر كيلو شوية. وبياخد كيلو أرز أو 2 كيلو أرز في للفرد. تمام. وهذه منتجات خاصة بتباع خصيصا ل معبأة لوزارة التموين. معبأة لوزارة التموين. أيوه. تمام. والسلع الغذائية الأخرى من دقيق لمكرونة الغير غير متاحة للجميع، ودي سلع حر. سلع حر. طيب. أستاذ أو الدكتور أحمد عباس، وحضرتك مسؤول عن قطاع التجارة الداخلية، هل حضرتك بتشرف على أداء الشركات المختلفة العاملة في مجال المجمعات الاستهلاكية؟ هل القطاع هو المشرف على الشركات؟ ولو العلاقة الإشرافية أو العلاقة الرقابية موجودة، ما تقييم حضرتك لأداء المجمعات الاستهلاكية؟ يعني في التقرير كان البعض بيتحدث عن أن المجمعات بالفعل بتوفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من بعض السلع، الناس كانوا يعني على درجة عالية من الدقة، قالوا بعض السلع هنا أرخص من البقالات أو غيره، لكن كمان في شكوى عامة أن المجمعات الاستهلاكية مش كل مرة الواحد بيروح بيلاقي السلع الأساسية اللي هو عايزها. لو سمحت لي أدي نبذة مختصرة عن قطاع التجارة الداخلية. ان قطاع التجارة الداخلية ده عبارة عن وعاء بتصب فيه كافة الواردات وتخرج منه الصادرات، لان انضباطه اساسا اهم المتغيرات اللي بترتبط بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كمان ان هو هدفه اساسي القضاء على ظاهرة الغش التجاري في كافة صورها ومراحلها المختلفة، ان انا عشان وكمان ان انا بتصدى لظاهرة عشوائيات التجارة زي السلع المهربة، سلع مغشوشة والمقلدة، زي بير السلم، مصانع بير السلم اللي هي بتنتج السلع من غير ترخيص والكلام ده، كمان السلع اللي هي غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كمان إن أنا بتصدى كمان لارتفاع الأسعار عن طريق عملية حر محاضر. نعم. مثل في سعر معلن عنه هو بيلتزم بيه. كمان ان التجاره الداخليه احنا متعاون كمان مع جهاز حمايه المستهلك والجمعيات، جمعيات حمايه المستهلك. تمام. حضرتك خلينا يعني شكرا، واحنا هنيجي للاستاذ عاطف يعني في مساله حمايه المستهلك. يعني في تقييم اداء المجمعات الاستهلاكيه، قطاع التجاره الداخليه لو له دور رقابي او اشرافي على المجمعات الاستهلاكيه، ما هي حقيقه الاوضاع؟ هل المواطن بيحصل على السلع الغذائيه الاساسيه اللي الاستاذ محسن سماهم
ودول طبعا ما فيهمش لا خضروات ولا غير ولا غيره. يعني في عندنا كل الخضروات، لكن حضرتك اشرت بالاساس لل في اللحوم والدواجن والخضار والفاكهه. ما مدى توفر السلع الغذائيه الاساسيه وبالاضافه الى خضروات ودواجن ولحوم وغيره في المجمعات؟ يعني وزاره التموين بالنسبه للفتره دي لارتفاع الاسعار نتيجه ارتفاع الدولار، او لان احنا اساسا بنستورد السلع الغذائيه حوالي 60 اكتر حوالي 50% من قيمه احتياجاتنا. كمان عشان كمان النقل وعندي بالنسبه للخضر في فصل عروه الكميات بتبقى قليله، دي بتؤدي برضو لارتفاع الاسعار. وعندي كمان التهريب عبر المنافذ الحدوديه، ان السلع بتتهرب زي ليبيا زي سلوم زي غزه زي العريش، برضو التهريب ده بيقلل لي كميه المعروض عندي. هل في احصائيات حضرتك داخل قطاع التجاره الداخليه عن نسبة المواطنين اللي بتغطي احتياجاتهم المجمعات الاستهلاكية من سلع غذائية أساسية، ولا ما عندكوش احصائيات زي دي؟ يعني هل احنا عارفين السوق المصري بيتحرك ازاي؟ كم مواطن بيروحوا للمجمعات الاستهلاكية وكم بيروحوا للمنافذ الخاصة، ولا المعلومات دي غير موجودة؟ لا احنا عندنا ان احنا مثلا في ارتفاع اسعار احنا عاملين دلوقتي برئاسة وزير التموين ان احنا عاملين حصول على افضل منتج لاكرم شعب. دي عبارة عن متعاونة مع الجيش، الجيش بينفذ عطلنا عربيات، حمولة كل عربية 3 طن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية برضو عطلنا عربيات. نعم. وبننزل جميع السلع المتاحة للمواطن البسيط في الأماكن الأكثر كثافة سكانية. نعم. وهذه العربيات بتقوم بتوزيعها داخل في المناطق الأكثر كثافة سكانية. تمام. طيب أستاذ عاطف يعقوب، حماية المستهلك، أنا هاجي لحضرتك بنفس السؤال، هل جهاز حماية المستهلك وهو تابع أيضا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، هل الجهاز بيمتلك معلومات أو إحصاءات محددة عن الطاقة التي تمتلكها المجمعات الاستهلاكية في يعني مقابلة احتياجات الشعب المصري من سلع غذائية أساسية؟ قد إيه كم عدد المواطنين في مصر اللي هم بيعتمدوا على المجمعات الاستهلاكية، وقد إيه أو كم مواطن بيعتمدوا على منافس خاصة؟ عندنا المعلومات دي ولا ما نعرفهاش؟ لا بص حضرتك بقى عشان نبسط الأمور ويبقى واحنا بنتكلم بمنتهى البساطة. النهاردة حماية المستهلك عبارة عن إطار تشريعي، عن جهاز حكومي، عن مجتمع مدني. فإحنا وإحنا بنتكلم إن إحنا عايزين نحقق الأهداف اللي هي الموجودة في القانون، أو الأهداف اللي هي حتى مصر بصفتها عضو في الأمم المتحدة، وان في 8 حقوق اساسيه للمستهلك ان مصر ضمنتها في التشريع بتاعها اللي هو قانون 67 لسنه 2006، واللي احنا نجحنا السنه اللي فاتت ان احنا ندخل ان حقوق المستهلك ضمن المقومات الاساسيه الاقتصاديه للدوله. فاحنا قولا واحدا حطيناها في الدستور، علشان بنغير حاليا القانون وهنعمل داخلين في قانون تاني او شكنا ان احنا ننتهي منه. ده ليه مجال تاني في الحديث. فاحنا كل اللي احنا طالبينه ايه؟ ما احنا بنحاول دلوقتي ان احنا هذا الجهاز جهاز جديد، بنبني قاعده بيانات. احنا عملنا بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم القرار. الجهاز انشئ سنه كام يا فندم؟ الجهاز انشئ سنه 2006. 2006؟ وكان لما انشئ هذا الجهاز بقاله 9 سنين. انا يعني انا موافق تمام، في تاخير عندنا بشكل غير عادي. اللي حصل احنا عفوا 7 سنين حزب غضب 7 سنين، زودت حضرتك سنتين يعني ايفن حتى لو هو لو اربع سنين ما هوش جديد. لو هو 4 سنين ولم ما كانش ماشي او التطور اللي انت كنت متوقعه منه، يبقى فيه هو خلف الجدول اللي هو كان. هو لما طلع جهاز حمايه المستهلك وقانون حمايه المستهلك ده كان قانون توافقي، في فتره من الفترات فتح المجتمع لرجال الاعمال وسياسة العرض والطلب، ومحدش اللي كان يجي يتكلم على التسعير كان بيعتبر كأنه بيتكلم على جريمة نقراء، وعيب ان احنا نتكلم قدام العالم على حاجة اسمها تسعير. النتيجة ان هم عشان يعملوا نوع من التوافق راحوا مطلعين قانون 67 لسنة 2006 وقالوا ان ده قانون لحماية المستهلك، ويا جماعة لو حد جه يكلمنا على فتحة السوق طب ما احنا عاملين المستهلك قانون. القانون ده كان 24 مادة تشتم في منهم فقط 8 مواد فيها يعني ريحة حماية المستهلك، والباقي حتى في بنود فيها قيادة نفسيها. يعني مثلا ايه يقول لك ان انت من حقك تاخد الفاتورة اذا طلبتها، فبتنتهي ان انت تيجي تطلب فاتورة يقول لك هدي لك 10%، يقول له لا متشكر. فبعد افرغت في حتى المواد من مضمونها. لكن حضرتك بعد بقى قاعدة بيانات الجهاز دلوقتي بيعمل على واحد بناء قاعدة بيانات. لا مش كده كمان، احنا بنقول ايه، احنا دلوقتي احنا شغالين على 3 محاور الاساسية، تشريع
تمام. ان الجهاز رفع قدراته ورفع قدراته. احنا عاملين دلوقتي في توأمة مع الاتحاد الاوروبي ممثل في المانيا وفرنسا واسبانيا، بنبتدي من حيث انتهى الاخرين. احنا بقالنا سنة معهم دلوقتي وبنعتبر من انجح مشاريع التوأمة اللي موجودة في الاتحاد الاوروبي. طيب. اتنين، ان احنا بنعظم قدرة المجتمع المدني، لان احنا ما بنقول منظوم. فاحنا دلوقتي احنا عاملين بروتوكول، لسه موقعين بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة نص المجتمع. عملنا لسه الاسبوع اللي فات موقعين بروتوكول تعاون مع هيئه الاستعلامات عشان نعمل 80 ورشه عمل للمشاركه المجتمعيه وتفعيل دور المجتمع المدني. تمام. كويس يا فندم. وقاعده بيانات. احنا بقى بنعمل ايه حاجه عشان بقى المجمعات، نرجع لموضوع المجمعات. احنا في اتفاق كنا بنتكلم مع المهندس محسن ان احنا عايزين ان احنا واحنا بنرفع قدره الجهاز ان يكون الجهاز ده اللي هو زي ما يقول قاعده، في قاعده معلومات. انا عندي النهارده في مناطق حصل فيها شورتج في اي حاجه. طيب. ودار فاكهه ومشا. فاصل وهرجع استكمل حضرتك، بس عايز قبل الفاصل اسال حضرتك سؤال واجابه في جمله واحده. هل جهاز حمايه المستهلك بيراقب تطورات الاسعار للسلع الغذائيه الاساسيه؟ نعم ام لا؟ في الفتره نعم. دي اصبحنا، وده حاجه جديده احنا دخلناها، بدات الرقابه وبيراقب على المجمعات الاستهلاكيه والمنافذ الخاصه. المجمعات الاستهلاكيه انها قانون ما فرقش ما بين المورد اذا كان خاص او انا. بس حضرتك على المجمعات الاستهلاكيه وعلى المنافذ الخاصه لانها مورد، فهي برضو بتتعامل. طيب. مع المستهلك. بعد الفاصل هاجي لحضرتك يا استاذ. بعد الفاصل هرجع، بعد الفاصل هنرجع ونستكمل نقاشنا مره تانية. بدايه عايزين نوصل اكتر ونقرب لاحتياجات حضراتكم وللمشاكل المختلفة اللي انتوا بتواجهوها على مدار كل يوم في الحصول على السلع الغذائية الاساسية وباسعار مناسبة تتلائم مع دخول مختلفة جدا ومتفاوتة للاسر المصرية. بعد الفاصل نرجع ونستكمل النقاش مع ضيوفنا ومع حضراتكم، خليكم معي. رجعنا لحضراتكم لمواصلة النقاش حول السلع الغذائية الأساسية والقدرة الفعلية الحقيقية للمواطن المصري للحصول على السلع الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع مستويات دخول المواطنين في مصر. أعيد الترحيب بضيوفي الأستاذ محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، الدكتور أحمد عباس حضرتك رئيس قطاع التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بنفس الوزارة. أستاذ عاطف هبدأ مع حضرتك، وحضرتك كنا انتهينا قبل الفاصل وإحنا بنتكلم عن قاعدة المعلومات. مسألة رئيسية بالتأكيد لفعالية جهاز لحماية المستهلك هو قدرة المواطن على التواصل مع الجهاز. يعني هنا مش بنتكلم عن شركات ومش بنتكلم بس عن مواطن متعلم، ولكن بنتكلم عن مواطنين في ظروف معيشية وظروف حياتية مختلفة. ايه حضرتك الادوات والاليات اللي موجودة داخل جهاز حماية المستهلك عشان يقدر المواطن يوصل لحضرتك ان سعر الزيت في المجمع الاستهلاكي ما بقاش زي ما حضرتك كنت بتقول تقريبا بيبدأ من 8 جنيه من 8 الكيلو من 8 من 8 جنيه بقى ب 20 جنيه، او ان هو راح المجمع الاستهلاكي كذا مرة وما لقاش الزيت موجود. ايه قدرة، ايه الاليات اللي بيتواصل عبرها المواطن مع حضراتكم في جهاز حماية المستهلك؟ طيب خليني اقول ان اهم شيء في قواعد العداله الاجتماعيه ان لو واحد عنده شكوى لازم ان هو يبقى عنده اسهل وسيله يتصل صحيح يعني بالجهاز القادر على حل صحيح هذه المشكله. ودايما المثل بيقول ان هو يعني القاعده الاصليه اقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم. صحيح. فاحنا بنحاول ان احنا نسهل على المواطن ازاي يتواصل ليه. عندنا الخط الساخن اللي هو 19588، ده خط موجود عليه الناس بتاخد. انا ارجو من الاعداد ان هم يطلعوا الارقام دي والاستاذ عاطف يعقوب بيتكلم. اتفضل يا فندم. 19588، وهذا والكول سنتر ده اللي هو او اللي هو مركز الاتصالات بتاعنا ده، يعني انا بتابعه شخصيا. يعني اول حاجه قبل ما يمشوا حتى النهارده لو بتسقط عندنا مكالمه، يعني ممكن واحد يتصل عايز يقول بلاغ ويلقى مثلا الخط مشغول او ما حدش رد عليه لسبب، عندنا في السيستم انه يقدر يقول المكالمات اللي سقطت. فانا مديهم تعليمات ان هم بعد ما يخلصوا اليوم العمل يروح مطلع الريبورت ويتصل بالناس. الخط الساخن واحد. الخط الساخن. اتنين، عايزين نقول ان في اهلنا اللي في الارياف، طيب هل هو هيجي بقى يدور على خط ساخن يتصل بمصر لان ده من خط ارضي. فاحنا عاملين بروتوكول تعاون مع هيئه البريد يروح على اقرب مركز مكتب بريد ويقول له انا عايز ابعت شكوى لجهاز حمايه المستهلك.
مكتب البريد عنده نماذج مطبوعه موجوده عنده، هيروح مطلعها له موظف البريد الموجود، هياخد شكوته حتى لو هو ما بيعرفش يكتب وهيبعت لك، بس بعد اذن حضرتك بدون مقابل. تمام. عشان دي مهمه قوي جدا. عشان ما حدش يجي يقول له يبقى خط ساخن وبريد. وحضرتك كنت قبل عندنا كمان ان احنا عملنا فيسبوك اسمه الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك. ممتاز. بهذا المسمى اللي عايز يخش عليه عندنا الويب سايت ان هو بتاع الموجود على الارض حضرتك. هل في اماكن موجوده لجهاز حمايه المستهلك؟ طبعا احنا في المحافظات المصريه المختلفه. لا مش كل المحافظات، انا عايز اقول لحضرتك حضرتك موجود في كام محافظه؟ احنا عندنا بس فقط في الشرقيه مكتب وغير مفعل بالكامل، وهو دي القطه بتاعتنا اللي يعني شغالينها. الجهاز داخل الوزاره في القاهره ومكتب في الشرقيه غير مفعل؟ لا مش في داخل القاهره، هو اصل هو جهاز حمايه المستهلك اما انشئ كان تابع لوزاره الصناعه والتجاره، واما فصلت التجاره الداخليه عن الخارجيه وعاد التجاره الداخليه لوزاره التموين، اصبح دلوقتي تباين لوزاره التموين والتجاره الداخليه. حضرتك مكانكم فين؟ احنا في احمد عرابي في المهندسين 96. تمام. احمد عرابي في المهندسين، جهاز حمايه المستهلك 96 شارع احمد عرابي المهندسين. مواعيد العمل من 9 بالتاكيد لغايه 4 الرسمي. لكن بتطولوا عن الرسم؟ لا يعني طبعا لان التعاون مع الخدمات يعني في حاجات خاصه بالجماهير. وغير احمد عرابي المهندسين المقر الرئيسي احنا عندنا الشرقية. عندنا مقر تاني تابع لينا في اللي هو بتاع اداره التحقيقات، ده موجوده في القريه الذكيه، واحنا احد الاهداف اللي حاطينها السنه دي ازاي ان احنا نجمع يعني هو لما اتعمل الجهاز اخذوا مقر في القريه الذكيه. احنا حاليا بنحاول، السيد الوزير متبني هذا الموضوع، لان ليس من العدل ان انا يبقى عندي مقر لحمايه المستهلك في القريه الذكيه وما يكونش في وسط الناس. طيب إنه. لما بتيجي لحضرتك سريعا لما بتيجي لحضرتك شكوى من مستهلك، لو حضرتك تقدر تشرح لنا وتشرح للساده المشاهدين اجراءات التعامل مع الشكوى بايجاز. احنا خطوه 1 2 3 عندنا احنا عندنا كان اهم شيء في فحص الشكاوى ان الشكاوى كانت بتفحص نظريا لغايه السنه اللي فاتت، كان بسبب عدم وجود ضبطيات قضائيه، فاحنا قدمنا وضع الموظفين اللي هم اللي موجودين وحصلنا على اول 20 ضبطيه قضائيه من السيد وزير العدل لانها تعطى من وزير العدل، واصبح عندنا دلوقتي اداره اسمها اداره التحريات ومراقبه الاسواق. تمام. ودي اللي برضو معلش انا مضغوط في الوقت، فحضرتك قول لي في خطوات محدده لما بتيجي شكوى لحضرتك من مستهلك وفي 20 ضبطيه قضائيه، حضرتك بتعمل ايه؟ 1 2 3 4 عندنا هو بينزل يا اما بيفحصها في بيجيب التاجر. تمام. عنده اذا حلها بالاول بالاتصال التليفوني اذا كانت سواء مجمعات استهلاكيه او منافس خاصه، ايا كانت القانون لم يفرق ما بين المورد بالزبط. ما بين المورد الحكومي او المورد الخاص. تمام. اتنين يا اما ان احنا ساعات بنلتجئ لاجهزه رقابيه اخرى مثلا قطاع التجاره الداخليه او مباحث التموين او مرفق تنظيم الاتصالات في وزاره الاتصالات لما بيكون في حاجه محتاجه مرجعيه فنيه او لطبيعه البلاغ نفسه. تمام. ونجد ان هو ممكن يحل لنا اكثر. تمام. فحص احيانا فحص بمساعده اجهزه رقابيه متخصصه. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، وعندنا حضرتك صلاحيه اصدار قرارات ملزمه من مجلس اداره الجهاز وهو مشكل من 15 واحد. قرار الملزم اللي يصدر يعني مثلا لو في عربيه في بعض الاحيان ممكن ان احنا نغير عربيه، ممكن ان احنا نرد ثمن عربيه او جهاز تلفزيون او مشابك جميع الاجهزه، لو لم يلتزم المورد بتنفيذ قرار مجلس الاداره بتتحول الى جنحه، والجنحه دي بتطلع للمحكمه الاقتصاديه وبعقب صدور حكم بات بيتم نشره في جريدتين وسعين الانتشار. تمام. على نفقته. تمام. وينفذ. تمام. تمام. دكتور احمد، قطاع التجاره الداخليه داخل وزاره التموين والتجاره الداخليه، وانا سالت حضرتك عن المعلومات وحضرتك قلت ان احنا بنراقب معلومات متعلقه بالمستهلكين، حضرتك قلت ان احنا بنراقب السلع وتحولات الاسعار في السلع وسلوك المجمعات الاستهلاكيه وسلوك المنافذ الخاصه وغيره. في على الاقل بيقال هذا ان وزاره التموين والتجاره الداخليه مراقبتها للسلع على الارض في الواقع غير فعاله، وان الوزاره بعيده، وان المراقبه هذه تاتي في بعض الاحيان وفي الكثير من الاحيان غير موجوده، وان المواطن ما بيترك لاحتكارات احيانا في المجال الخاص. كنا بنتكلم في الفصل عن شركات الالبان مثلا واتفاق بين شركات على رفع السعر ومحدش عارف يعمل حاجه، او بيترك
فريسة لسلع نادرة غير متوفرة بترتفع أسعارها إلى أسقف عالية جدا والوزارة ما بتعملش حاجة. لما حضرتك بتقول لي إحنا بنراقب السلع، مدى فعالية الرقابة؟ بسأل حضرتك بصورة مباشرة، ما مدى فعالية الرقابة؟ أنا أولا ممكن على الرقابة أن أنا عندي حملات، في عندي إدارة مركزية للرقابة والمعاملات التجارية، دي عفية مفتشين متخصصين، في الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية، في تعاون استهلاكي، في كل التخصصات موجودة. تطلع حملات يومية على مدار 24 ساعة، بتجيلي شكوى، الشكوى بتحقق منها وتحرى عنها، وابتدي أخذ أقوال اللي بقدم الشكوى وابتدي أنزل أضبط المضبوطات. بالنسبة برضو للمنتجات الحيوانية بيبقى في سلع منتهى الصلاحية موجودة في السوق، بظبطها ومعايا الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكتب لي تقارير إن اللحمة دي غير صالحة للسجل الدمي، ببتدي أكتب محضري وأعرض على النيابة المختصة وتحافظ على المضبوطات. يعني أنا في خلال الثلاث شهور دولة عندي عامل 3500 محضر. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا عندنا خدمة لتلقي الرسائل القصيرة الاس ام اس، وانا عايز اقول لحضرتك او في مجموعه كبيره من الرسائل جات واحنا بنتكلم، هقول لحضرتك اول ثلاثه. اول رساله جات من استاذ اسمه ياسر بيقول هذا الشهر، الشهر الحالي اللي هو شهر ابريل اللي احنا فيه، تم صرف نص كميه الارز على بطاقه التموين. في استاذ اخر اسمه نصر بيقول لا نجد السلع التي هي مستحقه لنا على بطاقات التموين، وبيتكلم عن ان هو من سكان القاهره. في واحد تاني اسمه الأستاذ أحمد عبد الحميد من أبو كبير الشرقية بيقول لحضرتك مكرونة التموين مش موجودة بقالها 3 أشهر. طب أنا عايز أعرف حضرتك لما نسمع إحنا الكلام ده دلوقتي، أكيد الوزارة عارفة هذا الأمور، وأنا ما كنت حتى بقى أشير لشركات الألبان، مش قصدي تخصيصا، الحالات دي بتتكرر على طول في الشركات دي وغيرها، مش عايز يعني أتعامل بصورة انتقائية. هل حضرتك مرة تاني السؤال بلاغات و هل حضرتك بترى إن الرقابة على السلع فعالة من جانب الوزاره، ولا حضرتك المساله تحتاج لتطوير حقيقي؟ لا انا بالنسبه لعندي انا براقب السلع الغذائيه وغير غذائيه. انا في 3 شهور دول ضابط كام 3500 قضيه بمضبوطات 700 طن، بالنسبه للطن 700 مضبوطات طن، وضابط حوالي 1,200,000 قطعه، يعني كيك منتهى الصلاحيه، عن تيل فرامل الكلام ده، وحوالي 30,000 لتر سواء زيت منتهى الصلاحية أو مياه غير مطابقة للمواصفات. وكمان إن أنا من أهمها كمان اللي عندي مسحوق الغسيل بيكون منتهى الصلاحية، بيبتدوا يجيبوه ويدوروه تاني ويدوله تواريخ إنتاجه صلاحية جديد. طيب أنا أسأل حضرتك سؤال سريع، حضرتك عارف سعر البيضة بكام دلوقتي؟ المتوسط، متوسط سعر البيضة، البيضة الواحدة بكام؟ في مصر؟ فين؟ في مصر. في مصر عموما؟ في مصر المتوسط، بسأل حضرتك، حضرتك عارفه بكام؟ سعر البيضة الواحدة. حضرتك تعرفه أستاذ عاطف؟ حسب المناطق الشعبية. في مناطق شعبية. حضرتك المتوسط كام؟ لا السعر الحد الأدنى 70 قرش. 70 ل 75. وفي مناطق فيها 50. من 70 ل 75. الحد الأدنى. حسب المناطق. يعني حضرتك هنتكلم على تيل الفرامل يا دكتور، ومسألة المواطن بيعاني من يعني لا أنا براقب طيب. الجودة بتاع السعر. بس يا دكتور معلش أستاذ عاطف أنا لازم أرجع أستاذ نيتك. أرجع لحضرتك بعدين. دلوقتي بيسأل على السعر. انا بقول لحضرتك على السعر انا بعمل المواطن انا عندي 5-6 شكاوي على الاقل من بين 10 رسائل جات على مساله السلع التموينيه. طب خصم السلع التموينيه وللتوضيح بس يا دكتور معلش يا استاذ عاصم هاجي لحضرتك بعدين عشان استاذ محسن عايز ارجع مع حضرتك للسؤال اللي هو المتعلق بقدره المجمعات السلكيه على التعامل مع احتياجات المصريين. حضرتك تقول لي عندك مفيش معلومات محدده بس في تقديرات تقريبيه المجمعات بتغطي احتياج كم من المصريين من السلع الغذائيه الاساسيه. تمام. احنا عندنا في من 85% ل 90% من عدد المصريين بيتعاملوا مع المجمعات في السلع التموينيه، سلع البطاقه التموينيه، سواء بطريق مباشر او غير مباشر. ايه هو حضرتك الطريق الغير المباشر؟ غير المباشر. المباشر واضح بيروح المجمع، غير المباشر. غير المباشر ان انا بدي التاجر التمويني وتاجر التمويني بيدي المستهلك. يعني شركاتنا بتدي التاجر التمويني والتاجر التمويني بيدي ده تاجر معتمد من وزاره التموين الوزاره آه. ومن الشركه لحضرتك كتاجر بيوزع تاجر توزيع شركه الجمله تاجر توزيع نعم عندنا نسب اللي بيتعاملوا مع السلع الحره في المجمعات الاستهلاكيه في القاهره والجيزه واسكندريه اسال حضرتك سؤال معلوماتي هل احنا نعرف عدد المصريين اللي عندهم بطاقات تموينيه
تقريبا. كام يا فندم؟ كام يا استاذ عمرو؟ احنا كنا اخر حاجه كنا وصلنا حوالي 15 مليون تقريبا، لان احنا ما ابتدينا. انا هقول دي مع المعلومه كافراد. لا كافراد، لا أكثر. الافراد 15 مليون. لا البطايق، بيتكلم على البطايق. البطايق بيتكلم على البطايق. البطايق فيها افراد توصل ل 65 مليون. بس برضه هرجع حضرتك لسؤال مهم جدا ان انت سالته للدكتور احمد بصفه ان احنا شغالين. لا معلش هاجي لحضرتك بعد الفقره. انا اسف، انا عايز اكمل النقطه دي معلش. فالتقديرات الاعداد بيقول لي التقديرات لو 15 مليون بطاقه احنا بنتكلم على تقريبا 65 مليون مصري. 65 مليون مصري بيستفيدوا. طيب حضرتك تقول 85 ل 90% من تقريبا 65 مليون مصري بيتعاملوا في السلع التموينيه مع المجمعات او مع المنافذ المعتمده بالظبط للمجمعات. في بالنسبه للمجمعات في السلع الحره في القاهره واسكندريه والجيزه تقريبا من 15 ل 20% من عدد السكان. تمام. في وجه قبلي من 30 ل 40%. تمام. في وجه بحري من 25 ل 30%. يعني كل ما كان في وجه قبلي عدد المتعاملين مع المجمعات الاستهلاكية أكتر. يعني أنا عندي 65 مليون اللي هم 15 بطاقة تموين بيتعاملوا 65 ل 90% منهم بيتعاملوا مع المجمعات الاستهلاكية. لا هو كلهم، كل البطاقة. بالضبط كل البطاقة. وبعدين في مسألة السلع الحرة المتوسطات مختلفة من 15 في المدن الكبرى القاهرة اسكندرية الجيزة إلى 40% في بعض مناطق الصعيد بين الاثنين. بالضبط. طيب ممتاز. في دور هنا بس مهم جدا انا عايز اقول لحضرتك عليه. هنا في دور مهم للمجمعات الاستهلاكيه وهو في مساله الندره. ايوه. لما بيحصل ندره او ازمه في سلعه ده دور المجمعات الاستهلاكيه. هنا بيبرز الدور. يعني حصلت على مدى سنوات كتيره حصلت ازمات في بعض السلع. وكان في فكره في وقت من الاوقات ان تباع المجمعات الاستهلاكيه ولا دور لها وتنتهي دورها. لكن لما جت ازمه السكر دي وابتدت المجمعات تنزل وتضخ كميات كبيرة للمواطنين ابتدى يرجع يعني دور الأهمية للمجمعات الاستهلاكية. نعم. في فترة وجود وزارة الوزارة بتاعت الدكتور الجنزوري كان سعر الطماطم فترة من الفترات قريب وصل 10 جنيه. صحيح. نزلنا كمجمعات استهلاكية إلى المزارع واشترينا طماطم وبالتالي مجمعات تتدخل في حالات الندره وتخفيض الاسعار. استاذ عطف انا عايز ارجع لحضرتك بس مضطر ان اطلع فاصل وبعدين ناخد المعلومه المهمه اللي حضرتك بقالك متهيألي كام دقيقه عايز تقول. نخرج فاصل ونواصل النقاش حوالين السلع الغذائيه الاساسيه وبعد الفاصل هنكون مع تليفونات من حضراتكم. خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة أخرى واستكمال نقاشنا حول السلع الغذائية الأساسية، الأسعار، المجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك. في مجموعة من الأرقام المهمة وهي معروضة معانا على الشاشة. جهاز حماية المستهلك له خط ساخن وله رقم فاكس، الاثنين موجودين. قطاع التجارة الداخلية أيضا له رقم أرضي ورقم فاكس لتلقى شكاوى المواطنين. وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنا هقول الأرقام والإعداد والإخراج هينزلوها على الشاشة، في رقم لتلقي الشكاوي هو 16315 والفاكس هو 240-22-410. يعني من حق حضراتكم التواصل مع الجهات الثلاثة ويعني التعبير عن حقيقة الأوضاع والشكوى إن كان هناك ما يستدعي الشكوى. يبدو من واقع الرسائل اللي حضراتكم بعتوها لنا على الاس ام اس إن في الكثير مما يستدعي الشكوى. أستاذ عاطف، حضرتك كنت تريد توضيح مسألة إن الجهاز الآن بيعمل على تطوير ما يسمى يعني آلية الإنذار السريع أو الإنذار المبكر لحماية المستهلك المصري والعدم الدخول في النفق بتاع سلعة غير متوفرة أو نص الكمية بيتصرف أو السعر عالي قوي قوي. بالضبط. احنا حضرتك يعني انا هقدم مثال بسيط ان الاسبوع اللي فات كنا مع سيد رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء لانه بيصدر يعني احسن تقرير بيصلنا عن مراقبة الاسواق من جهاز التعبئة العامة والاحصاء لانه عنده 15,000 نقطة ترصد سواء في الحضر او في الريف كل الجمهوريه. فالتقرير بيجي لنا كل اخر شهر، يعني بعد ما بيصدر عن شهر وبيجي فتره اللي هي الاعداد التقرير وبيوصلنا. فاحنا بنتكلم دلوقتي عشان ان احنا نعمل بروتوكول تعاون معاهم ان يبقى عندنا نوع من الانذار المبكر. طب نفترض ان هو ابتدوا يرصدوا ان في احد السلع ابتدت تتصاعد الاسعار بتاعتها او نقص مثلا او نقص، فاحنا ناخد منه الكلام اللي حضرته بيرصدوه
ونتصل بالاجهزه. ممكن نروح للمجمعات نقول له يا مجمعات في الحته في البلد المعينه في الحته الفلانيه احنا عايزين ندعم الاماكن دي، او ان احنا نتصل بالغرف التجاريه، أنا اتصل بالموزعين، لان احنا عندنا ساعات منظومه التوزيع ساعات لما بيحصل فيها خلل. يعني هقول لحضرتك حاجه، لما زادت الميه احنا عملنا اجتماع في جهاز حمايه المستهلك، جبنا كل المنتجين قلنا لهم الفتره اللي هي كان بعد لما قلت الميه، قصدي حضرتك لما قلت الميه وزاد السعر، اتفقنا احنا على الترابيزه تمام، قلنا لهم الميه زادت قد ايه، اتفقنا انها 100%. طب انتوا يا مصانع زودتوا قد ايه؟ قالوا من 7 ل 11%، ده كان الزياده السنويه اللي مطلوب. اذا عندي 89% موجوده في منظومه التوزيع، فانا عارف وانا بتكلم اوجه جهودي ابتدي ان انا ادور على اللي هو الموزع الكبير وابتدي لغايه ما اوصل مع طيب. في جمله واحده قبل ما نروح لتليفونات المشاهدين، هل في تصور زمني حضرتك للانتهاء من بناء جهاز الانذار المبكر او جهاز الانذار السريع؟ هل حضرتك حاطط سقف زمني مثلا خلال سنه؟ احنا حاطين خلال 6 أشهر بالنسبه لقاعده المعلومات، لان احنا بنطور فيه، عندنا محور الاوروبيين بيساعدونا فيه اللي هو تطوير الاي تي، المنظومه البناء المعلوماتي تمام. وبرضو عندنا مشروع تاني في خلال التنافسيه مع الامريكان، اللي هم اللي كانوا عاملين لنا الكول سنتر بتاع برنامج المعونه الامريكيه، بنحاول نخليه مركز معلومات ارد طيب على الناس. في حضرتك بتقولي 6 أشهر وهيكون الامر تطور بصوره ايجابيه. نبتدي ناخد تليفونات حضراتكم، ومعانا اول تليفون ارجو من الاعداد ان هو يقول لي، الاستاذ ابو المعاطي من المنوفيه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ عمرو؟ ربنا يخليك، اتفضل. انا بحييك واحيي الضيوف الكرام اللي مع حضرتك. انا بس انا عايز ارد على الدكتور المسؤول عن مراقبه الاسعار، لا عنده احصائيه كم عدد المستهلكين او الافراد اللي بيشتروا من المجمعات الرز بتاع التموين. احنا بقالنا 3 شهور بناخد نصه والنص الثاني ما بيجيش. رز التموين غير صالح للاستهلاك الادمي لانه مكسر وطين وبايظ. وبرد كمان على الدكتور بتاع حمايه المستهلك، بقول له ان ما عندكش حضرتك احصائيه كم عدد الناس والافراد اللي هم بيتعاملوا مع المجمعات الاشتراكيه. دي مسؤوليه كبيره جدا وهم ما عندهمش احصائيه فيها خالص. طيب اشكرك يا استاذ ابو المعاطي، الفكره والمعلومات وصلت. اتصال تاني من القاهره المره دي، الاستاذ وسام، اتفضل. لا الاستاذه وسام، انا اسف، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتور عمرو على حضرتك وعلى ضيوفك. دكتور عمرو، هو انا بس في عندي كذا ملاحظه بالنسبه للجمعيه. اول حاجه الجوده، ممكن حضرتك تخليهم ملاحظه واحده عشان الوقت، خليك لي اهم ملاحظه عند حضرتك هي ايه؟ اهم ملاحظه ان حضرتك مستوى جوده المنتجات اللي بتتباع في الجمعيات الاستهلاكيه مستوى الجوده بتاعها رديء جدا جدا. لو هنتكلم على الرز فالرز كسر، لو هنتكلم حضرتك طيب عن المصانع. استاذه وسام، نقطه الجوده وسط، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، انا اسف مضغوط في الوقت. معانا دلوقتي اتصال اخر من القاهره، الاستاذه امل، اتفضلي. استاذه مديحه، انا اسف. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ انا بس عايزه يعني اقول ملاحظه صغيره. المجمعات الاستهلاكيه دي من رصيد النظام الاشتراكي للدوله اللي كلها تخصخص. قرعنا الاسعار السوق العالميه، ادي للناس مرتبات السوق العالميه وطبق ليهم اسعار السوق العالميه. تمام. ليه؟ لان اي حاجه دلوقتي تابعه للحكومه مبقاش فيها كريديبيليتي في الشارع، الناس مش قادره تصدق. تمام. علشان نتخطى المرحله. الفكره وصلت يا استاذه مديحه، انا بعتذر لحضراتكم جميعا عن اللخبطه في الاسماء، بس بسمع اسماء كثيره ورا بعض، فاشكرك يا استاذه مديحه. معانا اتصال اخر، استاذ احمد من سوهاج. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. النبي لو سمحت يا باشمهندس، ممكن اسال المسؤول عن التموين عندك؟ حضرتك انا عشان تسال، اسال يا فندم. ايوه يا فندم. الرز سعادتك لنا 3 شهور على التموين ما خدناش خالص. تمام. وايه كمان يا استاذ احمد؟ سعادتك تقدر تقول وازاز الزيت، ايه ازاز الزيت على بضاعه التموين يعني؟ ايه ازاز الزيت دي بتاعت ايه؟ تمام. يعني اقول له سعادتك انا التومين ده راح فين اساسا؟ خلاص يعني وصلت المعلومه، وصل السؤال يا استاذ احمد، فين الرز وفين الزيت؟ معانا اتصال اخر، استاذ صبري من الجيزه، اتفضل يا استاذ صبري. السلام عليكم يا فندم. مساء الخير. ازيك يا عمرو بيه؟
منور والله. اتفضل حضرتك ادخل في الموضوع. ازاي حضرتك؟ دلوقتي ازاي الرز مش متوفر اصلا في طريق التموين ويوفروه في المجمعات؟ شكلها مشكله كبيره حكايه الرز دي. ايوه يا استاذ صبر. وبعدين تاني حاجه المجمعات الاستهلاكيه مش موجوده اصلا في الـ في الـ في المنوفيه وفي الـ وفي وجه قبلي، يعني مش متوفره خالص. تمام، اشكرك يا استاذ صبري. معانا الان اتصال اخر من الاستاذ محمود من الشرقيه. اتفضل يا استاذ محمود. من دي كانت؟ ايوه دكتور عمرو. ايوه يا فندم اتفضل. اتفضل يا فندم. ايوه دكتور عمرو، اذا الضيوف اللي قدام حضرتك راحوا محطه مترو الجامعه وسالوا على شارع الجمعيه 100 متر منه هيقابلوا جمعيه خمس محلات ما فيهاش ما بتبيعش غير تونه. خمس محلات جمعيه، مجمع جمعيات تابع للدوله، بيبيعوا تونه وزيت. ودي جمعيه بتخدم مليون طالب، سكان جامعه القاهره كلهم ساكنين في ابو قتاته. سكان جامعه القاهره كلهم اللي ما دخلوش مدينه ساكنين في ابو قتاته. شكرا يا فندم، وضحت المعلومه. مجمع الاستهلاكي بتاع ابو قتاته مقابل محطه مترو الجامعه. تمام، اشكرك يا فندم. اخر اتصال معانا من الاستاذ مصطفى من بورسعيد. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم، ازيك يا دكتور عمرو، وبحيي حضرتك والضيوف اللي موجودين مع حضرتك. بالنسبه للكلام اللي انا اقوله هو ما اختلفش كتير عن الناس اللي قالته، خصوصا عن موضوع الجوده، وخصوصا ان في بعض السلع التموينيه زي الزيت والسكر مش موجودين عندنا حتى هنا في بورسعيد، يا مثلا تاخد الزيت يا السكر. غير كده ان الحكومه عندنا هي مسؤوله عن الموضوع ده. كان ايام عبد الناصر والدي بيحكي لي، بيقول لي ان الحكومه كانت بتحط خطط خمسيه عشان توفر السلع وتراقب الاسعار وتحط التسعير الاجباريه. ليه احنا بنخصص الموضوع ده؟ نعم. يعني ليه ما بنستعينش بالحاجات اللي قبل كده ونشوف التجارب اللي قبل كده، ومش هنفضل نشوف تجارب جديده؟ احنا كان عندنا تجارب قبل كده ناجحه، ويا ريت ناخد منها الخلاصه عشان نقدر نعدل. معاك حق. اشكرك يا مصطفى، اشكر مصطفى من بورسعيد، واشكر كل من اتصل، وبعتذر لعدد كبير من يعني راغبي التواصل معنا. الاتصالات كتيره، الاعداد بيقول لي، ولكن للاسف الشديد الوقت تقريبا انتهى، ومعايا دقيقتين هوزعهم على ضيوفي الثلاثه بالترتيب: الاستاذ محسن، الدكتور احمد، والاستاذ عاطف. دقيقه الا ربع، دقيقه الا ربع، دقيقه الا ربع. عن ما قيل وما قيل ابرزه عن الجوده وعن الوفره، جوده المنتجات الرز والوفرة، ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، والناس بقى لها 3 4 اشهر. وكمان في سؤال اخير على مساله التوزيع الجغرافي للمجمعات، وهي موجوده في كل مكان ولا لا. هبتدي بحضرتك يا استاذ محسن. بالنسبه للارز، عايزين نفرق ما بين الارز التمويني والارز الحر، وده فعلا يمكن في شكوى من بعض نوعيات من الارز التمويني، وخاصه اللي بتعبى في القطاع الخاص. لكن الارز اللي بيجي من مضارب الشركات الحكوميه بيبقى، لكن الارز سيء الجوده موجود في المجمعات الاستهلاكيه وبيتباع للناس. ما هو حضرتك تموين ولا غير تموين، ده حقهم ان هم ياخدوا حاجه عاليه الجوده. عاليه الجوده طبعا. لكن هو في الحقيقه بعض نوعيات من الرز فعلا انا بشاركهم انها ما هياش على طب المستوى. ليه ما تعملش استبعادها يا فندم؟ بيتم استبعادها الحقيقه، يعني معالي الوزير حاليا بيحاول انه يدي شركات المضارب الحكوميه كميات. طيب. الانتاج. طب وفي مساله الوفره؟ ومسألة الوفرة، السلع متوفرة، ويمكن زي ما شفنا في التقرير اللي كان، يعني جميع أنواع السلع موجودة. نعم. ويعني يمكن في بعض الأماكن أنا يعني لا حضرتك، أنت عارف حضرتك إن إحنا عملنا استطلاع رأي على مواقعنا، 90% من المشاركين في الاستطلاع بيتكلموا عن ان جوده السلع الغذائيه الاساسيه محدوده للغايه ان لم تكن اقل. انا الحقيقه انا يعني معلش في نص دقيقه، المجمعات الاستهلاكيه الحقيقه بتتطور بشكل غير عادي حاليا، وفي تطوير وفي تمام. جميع السلع متوفره. تمام دكتور احمد، احنا دلوقتي الجوده والوفره بصوره، لا الوفره احنا دلوقتي حتى كمان بنطور دور التعاونيات، الجامعات الفئويه والمنزليه والكلام ده اليومين دول، وبدانا بثلاث محافظات هنعممها على مستوى الجمهوريه حوالي 4000 طيب. منفذ للبيع. هل حضرتك عندكم تصور زمني للتعامل مع ازمات السوق المصري؟ يعني لو في ازمه في الجوده وازمه في الوفره، هل حضرتك عندك تصور زمني خلال مثلا سنتين ثلاثه اربعه خمسه 10 هيتحل الموضوع؟ ولا الوزاره ما عندهاش التطور؟ لا عندها تطور ان شاء الله، يعني اللي هو بيقول بقى امتى هنحل المشاكل امتى؟ خير يعني خلال 4 شهور او 6 شهور بالكثير يعني. طيب. باذن الله. اشكرك يا فندم. استاذ عاطف، الجوده والوفره مره اخرى من منظور حمايه المستهلك. الجوده ده طبقا للماده 2 من قانون حمايه المستهلك، المستهلك له الحق في اختيار الحر المنتجات تتوافر فيها شروط الجوده المطابقه للمواصفات. انا عايز حضرتك الرساله التي تصل ان جهاز حمايه المستهلك وان كان جهازا حكوميا فهو المدافع عن حقوق المستهلك. تمام. وبالتالي حتى لو تعرضت
مع أجهزة حكومية، فإحنا بناخد جانب إن إحنا اللي بنحارب ندافع عن المستهلك. عن المستهلك، وأي حد عنده شكوى من أي سلعة تموينية أو أي سلعة عموما يتصل بينا، وإحنا اللي هنتولى الفحص بالنسبة له. أشكرك. ونرجع له ونحترم آدميته وكرامته، ونرجع نقول له فحصنا لقينا سلبا أم إيجابا، عشان إن إحنا نفهمه إن دلوقتي. أشكرك. 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 أشكر الأستاذ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أستاذ محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. طيب أشكر حضراتكم كمان على المشاركة وعلى المداخلات. الأستاذ عاطف عنده مجموعة من الشكاوى الجاهزة، الرز اتكرر كتير قوي، جودة الرز، توفر السلع التموينية وغيره وغيره. وأنا أعتقد أن التعامل مع المشكلات الحياتية ومشكلات المعيشية لحضراتكم للمصريات والمصريين لا يقل، بل هو على ذات الدرجة من الأهمية إذا ما قورن بالقضايا الكبرى اللي احنا بنتكلم عنها كل يوم، الدستور والسياسة والسلطة القضائية والحكومة وتغييرها وتعديلها وغيره وغيره. طيب أشكر ضيوفي وأشكر حضراتكم. بعد الفاصل هننقل على موضوع غير تقليدي آخر، الأغنية والتاريخ السياسي لمصر، خليكم معانا. ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بيدنا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بيدنا، قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها بقالوم عليا، اهو ده اللي صار ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، وبدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي نقوم نجاهد، بدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي نقوم نجاهد، واحنا نبقى لكل واحد والايادي تصير قوية، اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب، مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية، اهو ده اللي صار وادي كان، ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. الله. استاذ محمد اسماعيل
المطرب، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ماجد سليمان عازف العود، اهلا وسهلا. استاذ محمد العسيري الكاتب والشاعر، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هنا القاهره. موضوع قعدتنا مش نقاشنا، اول مره اقول قعدتنا مش نقاشنا، هو الاغنيه والتاريخ السياسي لمصر. استمعنا من حضرتك يا استاذ محمد وبعزف الاستاذ ماجد لرائعة سيد درويش اهو ده اللي صار اوائل القرن العشرين. استاذ محمد، الاغنية المصرية لعبت دور كبير جدا في توثيق التاريخ السياسي لمصر، وفي اغاني اختزنتها الذاكرة الجمعية للمصريات والمصريين، وما زلنا بنرددها من اول اهو ده اللي صار الى اغنية يا بلادي لتسمية أغنية من الأغاني الحديثة التي جاءت بعد ثورة 25 يناير. لو حضرتك تقول لنا الأغنية وتاريخ مصر السياسي، كيف ترى حضرتك علاقة المكونين؟ الاثنين مكملين بعض لدرجة أنه أحيانا مش بتبقى بس هي بتأرخ للحدث السياسي، لكن أحيانا بتشارك فيه، يعني الأغنية تحديدا. يعني أنا أفتكر أنه الحمولي كان عبد الله النديم بيطلع يقول خطبه في بعض الأفراح اللي كان بيشارك فيها الحمولي وبعض الحفلات الخاصة. يعني كان يقال انه يقول لك النهاردة انا في فرح الحمولي اللي في الحتة الفلانية. بنتكلم على عبد الله النديم والحمولي اواخر القرن 19 اواخر القرن 20 لان في ناس بالتاكيد من اللي بيتابعونا يمكن الاسماء ما تنقلهمش المعلومه لحضرتك. من بدري المساله، يعني الاثنين، اذا كان الصحافه كانت لسان حال العرابي، اذا كانت المظاهرات بعد شويه لسان حال شارع الى اخره، الغنى كان جنبا الى جنب بيمهد للي حصل يعني من بعد عرابي وانت جاي. في كل المرات اللي بعد كده ساهم، اما السلطة استخدمته مرات مختلفة، الشعب استخدمه باشكال مختلفة ايضا، في مرات نادرة الاثنين استخدموه في حالة واحدة. يعني كان وعي السلطة يساوي وعي الناس يساوي اغنية سياسية واحدة، ودي في الفترة غالبا اللي من 58 او من 56 وانت طالع لحد 70 حصل فيه. يعني الاثنين كانوا مع بعض، غنى الشارع كان شبه غنى المؤسسة الرسمية اللي كانت محتاجة للغنى علشان يكون في فترة للتنمية مثلا، ده الفترة اللي احنا بنوفي عليها غنى العمال والمكن وسد العالي ولا الى اخره، وفي التعبئة في الاستنزاف. صحيح. لو حضرتك ما رجعناش لورا قوي، يعني ما رجعناش للقرن 19 والقرن العشرين والنضال الطويل للمصريات والمصريين ضد الاحتلال البريطاني، وكانت نقطة بدايتنا واحنا بنتكلم النهاردة عن الاغنية والتاريخ السياسي لمصر هي 52، فاحنا عندنا حقبة ممكن نقول انها مش 52 بالظبط، انما بدايتها ربما 56 تأميم قناة السويس وممتدة لغاية 70، الفترة من 56 ل 70. وحضرتك قلت معلومة مهمة او ملاحظة مهمة جدا، هو ان هذه الفترة شهدت يعني امتزاج لوعي المؤسسة الرسمية الدولة التي كانت توظف اداة الاغنية للتعبئة وللدفع باتجاهات سياسية ومجتمعية معينة، وبين وعي الشارع. وحضرتك بترجع تفكر في الخمسينات والستينيات، ابرز الاغاني ابرز المحطات، وعايز اسال حضرتك سؤال. انا بدرس علوم سياسيه في جامعه القاهره، كانوا اساتذتنا بيقولوا لنا توثيق تاريخ الخمسينيات والستينيات مش شرط ان احنا نقراه في كتب، انما ممكن بمتابعه الاغاني الوطنيه نعرف المراحل اللي مرت عليه. معظم الجامعات وحضرتك ادرى دلوقتي بتتعامل مع الغنى باعتباره احد العلوم الانسانيه، احنا للاسف متاخرين شويه في الحكايه دي، دراسات الانسانيه. ما حصلش عندنا غير في 1517 غنوة رصدتهم مكتبة اسكندرية في الفترة من 52 ل 70، وهم المرتبطين بعبد الناصر أكتر ما هم مرتبطين
بالثوره في حاجات كتير مش بالظبط كده. وانا بعذرهم يعني كتر خيرهم, ده جهد غير عادي يعني. لكن حتى هذا التوثيق مش كامل, لان هو بيكتفي بانه بيقول لي ان الغنوه الفلانيه تاليف فلان والحان فلان, وفي بعض الحاجات كمان مش موجود اسم ولا الملحن, لانه في كتير جدا. واحنا كنا بنشتغل على مشروع كان من المفترض انه يظهر للنور قبل 25 يناير وتوقفنا للاحداث. كنا احيانا بندور على غنوه نكتشف بعد شويه ان في 10 اغاني تانيين طلعوا ما نعرفش عنهم حاجه. يعني اقول لك على يعني ناس كتير يفتكروا ان على الدوار هي اول اغنيه بعد 52, ده مش صحيح على الاطلاق. اول اغنيه كانت لماهر عطار اسمها موكب الافراح. ناس كتير يفتكروا ان عبد الحليم حافظ غنى في 52, بيتقال انه مطرب الثور. لا البدايه كانت ب 56. هو له مقطع وحيد فقط. الدوار كان محمد قنديل في اكتوبر بالظبط. محمد قنديل في اكتوبر 52 بالزبط. لكن من يوليو لاكتوبر يعني في 4 شهور كان فيهم حوالي 100 غنوه, منهم اسماعيل ياسين على سبيل المثال غنى 20 مليون وزياده. لكن تدريجيا تحول الغنى حضرتك في الخمسينات والستينيات لغنى المؤسسه الرسميه, يعني غنى بتشرف على الانتاج وعلى الاعداد وعلى كل المكونات. كان في يعني حضرتك ادرى مني انه كان في عبد القادر حاتم موجود وسرت عكاشه وفي اسماء وفتحي رضوان قبل, يعني في اسماء. وبالتالي النقله في الخمسينات والستينات كانت نقله من مجتمع بيغني, من سيد درويش بيغني, من مطربين اخرين بيتغنوا في حب مصر وبحب مصر, الى غنى للمؤسسه الرسميه ابتداء من 56 لو حبينا. بس هو شبه الشارع, ما كانش منفصل عنه. طب يعني لو حضرتك حبيت تسمي لنا اغنيه من الخمسينات والستينيات نرجع لها باعتبارها يعني اغنيه جت في لحظه مهمه وبتعبر عن الشارع وعن الوعي اللي كان موجود وقتها, اللي هو كان ملتقي مع وعي المؤسسه الرسميه. اولنا على فكره على الدوار محمد قنديل والمؤلف حسين طنطاوي. لانه الكلام لو تفتكر بيقول يا اللي في قاعه يا اللي في خص قوم دي الساعه 8:30. هو مش بيوثق الحدث بس اللي حصل, لا كمان كان بيتكلم على حاجات اشارات بسيطه لكن الناس البساط يعرفوها. صح. يعني فعاشت يعني من وسط 100 غنوه, فده في لحد 56 نقدر نقول دي. انا رايي انه في احنا الشعب في 56 بعد انتخاب جمال عبد الناصر, دي اول حد اول غنوه تقول اخترناك بالمناسبه, يعني علشان بس نبقى مصححين لبعدين. لا يعني بس في فرق بين اخترناك واخترناك, يعني هنا لما بقول لحضرتك لما بيبقى وعي الشارع مع ورغبه الشارع مع الاثنين بتبقى قريبه. يعني هنا في يا فاتح باب الحريه يا ريس يا كبير القلب احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب. ودي اول غنى مرتبط بانتخابات على فكره كمان يعني. تمام. فدي من الخمسينات لو حضرتك. تمام. وفي بعد كده اغاني الوحده طبعا دي حاجه مهمه جدا طبعا. وفي عدى النهار. عدى النهار 67. عدى النهار 67 دي عايزه حدوته كبيره طبعا. لان الحدوته كانت ماشيه من 56 الى 67 باغاني الوطن وللرئيس وباغاني للوحده العربيه وباغاني الانطلاقات. دكتور معلش في ظهير في ظهير غنائي اذا جازت التسميه لمدن القنال في الفتره دي, وهو غنى شعبي طبعا. غنى مش بمعنى الشعب اللي بيتقال لكن غنى شعب كامل, ده كان زيه زي الفدائي اللي موجود على الشاطئ. غنى للمقاومه. غنى المقاومه اللي هو كان موجود في مدن القناه التلاتة. لكن لو من 56 ل 67 احنا بنتغنى بمجتمع بينطلق وبوحده عربيه بتتحقق وبانتكاسات كانت كتير غائبة. حلم كبير حاجات كتيره وحلم كبير وصوره وحاجات صلاح جاهين. 67 عدى النهار بدانا مرحله ثانيه. نسمع عدى النهار استاذ محمد واستاذ ماجد. عدى النهار
والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جاها نهار مقدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جاء نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين، ابو الغناوي المجروحين، ابو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها النهار. ابو دمع بترش الحنين، ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. رجعنا لحضراتكم ومواصلة للكلام، أتمنى الاستمتاع بأغاني رائعة وبصوت جميل الأستاذ محمد إسماعيل، وبعازف عود رائع الأستاذ ماجد، وبخبير في العلاقة بين الأغنية وبين التاريخ السياسي الأستاذ محمد العسيري. أستاذ محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن غنى المؤسسة الرسمية والتقاء غنى المؤسسة الرسمية مع غنى الشارع، ولو كان في حاجة على جنب فكانت غنى المقاومة اللي في خط القناوي. فترة انتصارات وصعود من 56 ل 67، 67 عدى النهار انكسار. بندخل بعد كده في السبعينيات وبنوصل لأغاني حرب أكتوبر، أنا على الربابة وغيره وغيره، ولكن السبعينيات منذ بدايتها بتشهد ثنائية، ميلاد ثنائية، الغنى الرسمي والغنى غير الرسمي، غنى المؤسسة الرسمية وغنى الشيخ إمام. ممكن حضرتك تشرح لنا الثنائية دي؟ هو أسبق من كده بسنة صغيرة، لأن هي ما بدأتش في 70، هي بدأت في 68، وده كان مع موجة كانت في العالم كله لو حضرتك اللي تفتكر، اللي هي ثورات الطلاب. بالظبط كده، بالظبط. يعني وصلت ان عبد الناصر في فتره من الفترات، احنا يعني كان في عدى النهار الواعيه اللي بتصحي الناس، وفي الغنوه الثانيه اللي بتجلدنا، بتجلد الذات، يعني من اول الحمد لله خبطنا على يا محلى رجعت ضباطنا من خط النار، وفي غنوه كمان بتسخر جدا لحد
دي التجربه بتاعت الطشت قلي والعتبة ازاز الى اخره، فكان في النوعين دول امتدوا طلع معاهم الفرق كمان، علشان لما نقول السبعينات نقول عدد كبير من الفرق اللي بدات من اسماعيل الحكيم لحد اشهرها النهار في الاخر لمحمد ثنائيه نوح. الغنى الغنى الرسمي والغنى غير الرسمي هي ثنائيه انفصال بين المؤسسه الرسميه وبين وعي الشارع من 68 زي ما حضرتك بتقول، هو بتصاعد مع السبعينيات. على فكره كانوا بيروحوا وييجوا مع بعض، يعني في بيان 30 مارس مثلا كان في مطالب شعب غنى رسميه بس يعني غيروا فيها علشان المؤسسه مش عايزه ده. اللي كان بيقولوا امام ونجم في لحظه من اللحظات جابوه في التلفزيون عشان يسجلوه في 68، لما عدى الحدود المسموح بيها في لحظه ما راح بره. بالظبط كده. استاذ محمد واستاذ ماجد، ممكن نسمع حاجه للشيخ امام؟ السبعينيات، الغنى الرسمي وغير الرسمي، خلينا مع غير الرسمي. مصر يما يا باهية، يما طرحة وجلابية، مصر يما يا باهية، يما طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شبه ورايح وانت جاية، جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو، وابتسامتك هي هي، تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي مع جبانية صبية، يا باهية. الله، اشكرك يا استاذ محمد، اشكرك يا استاذ ماجد. استاذ محمد العسيري، ارجع لحضرتك، الثنائيه الغنى الرسمي والغنى غير الرسمي استمرت في الثمانينيات والتسعينيات وحتى ثوره 25 يناير 2011. بس كان في فروق بشعه في الثمانينات. يا ريت بقى حضرتك تقول لنا الفروق دي بسرعه شديده ان الوقت يعني مثلا في الستينات والسبعينات فؤاد حداد كان في السجن بس تم يعني جه وعمل كل اغاني المقاومه الرائعه اللي احنا عارفينها والمسحرات الى اخره. صحيح. لما جينا في بدايه عصر مبارك كان في حاجه من 77 عشان نبقى واضحين، من كامب ديفيد حصل ان الناس بقت في حته والغنى الشعبي بتاع الناس في حته والمؤسسه في حته تانية خالص، بدليل انه التلات اغاني اللي اتعملوا للسادات ما حدش يعرف عنهم حاجه النهارده، يعني غنوة فادي كامل وسيد مكاوي وغنوة يعني اللي ذكر فيهم اسمه. واعتقد نفس الامر ينطبق على الثمانينات والتسعينيات لغايه 2011. لا، في حصل حاجتين مختلفين، اصبح في غناء سري. لا يعني بقول لحضرتك الغنى الرسمي ما اعتقدش ان كتير مننا هيفتكروه. لا، تم استخدامه اصبح اغنيه مناسبه استفتاءات وغيره وغيره يعني، كان له مناسبات. هنا اصبح غنوه مناسبه، ما بقيش غنوه رسميه بتستخدم مثلا في الجبهه يعني. لكن هل الذاكره الجمعيه اختزنته مصر؟ يعني لو رجعنا نسال على غنى الثمانينات والتسعينيات لغايه 2011 احنا لسه فاكرين اللي تم تمريره من خلال السينما ومن خلال الدراما كغنى سياسي، يعني ما اقدرش مثلا اعدي العيله لأنغام وعمار الشريعي وسيد حجاب اللي كانت ضد الإرهاب والتطرف في فترة من الفترات، ما أقدرش أعدي غنى محمد منير كله وعلي الحجار كله وإيمان البحر درويش كله. بس ده كله الغنى غير الرسمي مرة تانية، ما بعضه ده المؤسسة. لا ده خرج من المؤسسة في بعض الحاجات، خرج من المؤسسة في فترة يعني أنتج الدراما دي كلها أنتجت من التلفزيون الرسمي في أحيان كتير جدا. طيب. السينما دي عدت من الرقابة الرسمية. طيب. يعني لو تفتكر حضرتك قبل 25 يناير من أشهر الأغنيات اللي تكاد تكون ممهدة غنوة زي مش باقي مني لجمال بخيت وخالد يوسف صحيح. ما هو يعني هو حضرتك يعني هنا المؤسسة سمحت بقدر ما زي ما سمحت. تمام. سمحت، لكن ممكن المؤسسة عشان كان لسه ليها غناها كمان. لكن المؤسسة يعني كان لسه ليها غناها في الانتخابات بتاع المناسبة. تمام. اللي هو الانتخابات الاستفتاءات التجديد الغير والغير والغنى الثاني اتسمح بيه مع مساحة من الحرية كانت بس كانت على فكرة كبيرة ومش قليلة. هاجي لحضرتك بسرعة ان الوقت خلاص، وانا اسف ان الموضوع ده يستاهل وقت اكتر من كده بكتير. بعد ثورة 25 يناير هل حضرتك شايف ان احنا ماشيين في سكة استمرار للثنائية الغنى الرسمي والغنى غير الرسمي؟
ولا الامور بتختلف؟ لا، اللي هنا احنا رحنا في حته تانية خالص، لان النظام الحاكم حاليا موقفه من الغنى اساسا موقف مختلف، ده رقم واحد. نمره اتنين هو موقفه من الغنى انتهازي، يعني لما احتاج الشيخ امام في فترة من الفترات عشان يعرف الناس بالجماعة استخدم بعض الأغنيات للشيخ إمام على موقعهم، ثم لما كان في انتخابات عملوا أغاني لمرشحهم الرئاسي، بعد شوية الغنى بقي حاجة طبعا ركس من عمل الشيطان. فأنا الوضع مختلف تماما تماما، يعني دي قضية. لكن في الغنى اللي طلع بعد 25 يناير عشان نسميه كده، أنا من وجهة نظر هو غنى مرتبك، لأنه اللحظة كلها على بعضها حتى هذه اللحظة مرتبكة. احنا لسه ما اتفقناش اذا كانت ثوره ولا لا. النتائج اللي موجوده على الارض تخليني رايح في حته تانية، فالناس ما صدقتش الا جمله وللاسف كانت مستعاره او متاخده زي ما هي من بليغ حمدي من فيلم العمر لحظه، لو تفتكر كلام فؤاد حداد سنه تمام. اشكرك. لكن في اغنيات مهمه طلعت بالتاكيد هي ما كانتش معموله مخصوص للحدث، صحيح، ولكن الارتباك يعني سيد الموقف زي ما حضرتك بتقول، بحكم ارتباك اللحظه المجتمعيه والسياسيه ككل. اشكرك استاذ محمد العسيري، ونختم مع حضراتكم، واشكركم استاذ محمد اسماعيل والاستاذ ماجد المطرب وعازف العود الرائعين. نختم مع اغنيه حضراتكم تختاروها لنا، واشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وتصبحوا على خير.